لمين؟ لمصر، لمصر أم الدنيا اللي هتفضل قد الدنيا وهتفضل قد العالم كله. مصر اللي بنحبها واللي بنخاف عليها اللي ربنا حاميها وحارسها إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. مهزة ترشح الفنان عفاف شعيب في انتخابات الرئاسية القادمة؟ أولاً ده مش سؤال يتسأل، بدون سؤال وبدون جواب. هو السيسي طبعاً ربنا يبارك فيه ويحميه ويحفظه لمصر. إني فعلاً أنا كنت في عمرة وكان ناس كتير بيسألوني أسئلة غريبة، كنت أقول لهم لولا الراجل ده قلت لكم كمان ضيعتوا جنبينا. ده أنقذ مصر، منقذ مصر بمعنى الكلمة، ودي حقيقة ولا مجاملة ولا رياء ولا نفاق. الراجل ده أنقذ مصر من بلوى كانت هتعم علينا وعلى الدول العربية كلها. فبفهمهم في ناس مفهومها غلط، في ناس فاهمة حاجات كتير غلط، بقعد أصلح لهم وإن شاء الله برضو أنا وراهم لغاية ما يعني أصلح العقول اللي فاهمة غلط. الإعلامي باسم يوسف ظهر مؤخرا يعني ببعض الألفاظ أو بعض المشاهد المسيئة للجيش المصري، تقولي حضرتك إيه؟ والله أقول لهم عيب، أقول لهم عيب، ده جيش مصر، ده ربنا سبحانه وتعالى قال أن خير أجناد الأرض أجناد مصر، خير جنود الأرض. فما بتجادلوا في إيه؟ بتتكلموا في إيه؟ فعيب قوي. دي مصر يا جماعة، جيش مصر العظيم، الجيش اللي حمى وحضر حروب قد كده، وربنا سبحانه وتعالى بيحميه وحيفضل يحميه، إنهم فعلا شرفاء بمعنى الكلمة، وبيحبوا مصر من قلبهم وخايفين على هذا الوطن من قلبهم، مش مجرد لا، ناس فعلا بتجاهد في سبيل الله. ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ جيش مصر وشرطة مصر وقضاء مصر وأزهر مصر وشعب مصر كله إن شاء الله. شكرا.